الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يمن علينا بصحبة وشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وبعد، فإن الصدق محمدة ومنجاة على كل حال، وإن الكذب مذمة ومنقصة ومهلكة على كل حال، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يحرص على الصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا وليس صادقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يحرص عليه. وهذا ما نشاهده من جماعات الفتنة وأبواق الضلال. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يبحث عن الكذب ويحتال عليه حتى يكتب عند الله كذابا. الآن نفهم حديثك يا رسول الله حق الفهم لما نشاهده من جماعات الضلال وجماعات الفتنة التي لا هم لها إلا الكذب، وإلا الافتراء، وإلا بث الشائعات. ولكننا واثقون في الله ومتأكدون يقينا أن الله عز وجل سيعد كيدهم في نحورهم، لأن الله يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. غير أن علينا أن نتنبه، ليس شرطا أن تكون كذابا، ولكن يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون أن تتحقق، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومع تطور العصر وتقنياته الحديثة، الأمر هنا ليس في التحديث الشفهي فقط، وإنما نفهم الحديث على اتساعه: أن يحدث بكل ما سمع، أو أن ينقل كل ما سمع، أو ينقل عبر مواقع التواصل
ما يجده على صفحات الآخرين دون تحقق. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تحققوا وتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والكذب أخص صفات النفاق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فيجب على المؤمن والمسلم وعلى كل إنسان سوي أن يتحرى الصدق، والإيمان والكذب لا يجتمعان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فما بالكم بمن يختلقون الكذب ويدعون أنهم حماة الدين وحماة الفضيلة كذبا وافتراء على الله وعلى الخلق. الصدق في الأقوال يتبعه أيضا الصدق في الأفعال. ومن أخص خصائص الإيمان وعلاماته الصدق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن الصدق في الأعمال هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، وفي يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحظه أو بنصيبه أو بقسمه من الغنيمة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه رسول الله لك. فعاد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل قسمه أي نصيبه. وربما ظن بعض الناس أن الرجل استقل عطاءه، لكنه عندما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وأشار إلى العطاء الذي بعث إليه به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما على هذا هاجرت معك ولا على هذا اتبعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى ما هاجرت معي وعلى ما اتبعتني؟ قال: على أن أخرج معك في سبيل الله فأرمى بسهم هاهنا هاهنا، وأشار إلى نقطة في لبابه، هاهنا هاهنا، فأستشهد فأدخل الجنة، وما هي إلا أيام يسيرة. وكان يوم آخر من أيام ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لأعداء الله، وما أن انتهت المعركة حتى أتوا بالرجل شهيدا، فنظر إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد السهم في المكان الذي أشار إليه الرجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ أهذا هو الرجل الذي قال منذ أيام: أريد أن أرمى بسهم هاهنا هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ثم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما خلع جبته فجعلها للرجل كفنا. أي شرف أن يكفن الرجل في جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم سمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اللهم إن عبدك هذا خرج طالبا للشهادة في سبيلك فمات شهيدا وأنا عليه شهيد. إن عبدك هذا خرج طالبا الشهادة فمات شهيدا وأنا على ذلك شهيد. صدق الله فصدقه الله، إن تصدقوا الله يصدقكم. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأعمال والصدق في الأقوال. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. أختم بنقطتين: الصدق سبيل البركة، والكذب يمحقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك للبائع في ماله وللمشتري فيما في سلعته، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ما أختم بها: الصدق مع الأوطان. الصدق مع الأوطان ليس كلاما ولا شعارات، الصدق مع الأوطان عطاء. وأن نحافظ على بلدنا، وأن نقف بقوة في وجه دعاة الفوضى والتخريب، فالسلبية مع الأوطان سلبية ممقوتة. لا يكفي لا يكفي في قضايا الوطن أن تكون صالحا في نفسك وحسب، بل عليك أن تكون مصلحا. الصدق مع الأوطان يقتضي التصدي لدعاة الهد ودعاة الفوضى، وكشف ما يقومون به من فساد وإفساد. لا أن تقف في قضايا وطنك موقفا سلبيا أو موقف المتفرج. والشاعر يقول: لنا وطن لنا وطن، عليك أن تحمد الله أن لك وطن. لا كبلاد وقعت وضاعت وهدمت وأصبح أهلها في مخيمات الإيواء. لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. لنا وطن نحمد الله أن حفظه لنا، لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه. إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعطي شيئا. ومن العطاء البناء، ومصر دولة تبني، ونحن في طريقنا نمر كل يوم بما تبنيه في مجال الطرق والبنية التحتية والإسكان ودور العبادة. وها نحن اليوم في محافظة البحيرة لافتتاح 29 مسجدا في هذا التوقيت، تفتتح الآن في إطار 106 مسجد تم افتتاح هذا العام، 29 مسجدا في يوم واحد بتكلفة تزيد على 50 مليون جنيه. فمصر تبني ولا تهدم، لأن ديننا دين البناء، وحضارتنا حضارة البناء، ومصر بلد البناء. فلا تجعلوا للهدامين عليها أو إليها سبيلا. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم احفظ مصر وأهلها وقائدها وجيشها وشرطتها وأبناءها وأهلها وأمنها من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد مصر وأهلها أو أمنها واستقرارها بسوء فردد كيده في نحره
واجعل تدبيره وتدميره رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا واقبلنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.